طلبة وطالبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين. معكم سحر بعد، إن شاء الله هناخد النهاردة صفحة 105 التدريبات اللي هو خاصة بكتاب أربايت، خاصة بالأربايت 105 في كتاب سبيكتروم. هنا بيقول إيبونجن تدريبات سوفيتيفونج للتعميق أوند تسوم زيلبس ستوديوم للدراسة الذاتية إيبنز ميتل اللي هي المأكولات أوردن زيت سو رتب دي شينكن اللي هو ومن أنواع اللحمة ديك باك اللي هو اللبن الرايب داس بروت اللي هو الخبز دي غايز اللي هو القرص دي تومات اللي هي طماطم دي تورت اللي هي التورتة دي شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة أناناس اللي هو الأناناس ده الزاور كراوت ده الزاور كراوت اللي هو من أنواع النخيلات دي أبفل اللي هو التفاح. طيب وهنا أول حاجة قال الأبفل، هنا هتبقى إيه دي غايز، هنا غايز بعدها دي تورتة 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 دي شوكولاتة دي شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة دي شينكن دي شينكن هنا نما فم فتبقى ده زاور كراوت ده زاور كراوت نما زكس هتبقى كباك زيبن دي توماتة أخت تبقى ده سبروت نما نوين هتبقى دي أناناس. للحلول بتاعتها يا شباب. طيب الجزء اللي بعد بيقول أين التومات طماطم واحدة فيلن توماتن طماطم كتير الجنسن زي أكمل دين زنجولار اللي هو المفرد، هنا المفرد بتاع الكلمة وده الجمع بتاعه، وجايب الجمع وإذا نحط المفرد هنا المفرد وهنا الجمع. طيب هنا دي تومات طماطم 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 دي أبفل المفرد بتاعها تفاحة واحدة أقول إيه دي أبفل دي أبفل هنا دي بانن دي بانن كوميتر المفرد بتاع دي بانا دي بانا هنا دي بروتشن دي بروتشن المفرد بتاعها داس بروتشن داس بروتشن. طيب دي كارتوفل يبقى المفرد بتاعها هنا دي كارتوفل نشيل الان ونفس الأداة دي كارتوفل سبيبل برضو بنفس الأداة بس هنشيل الإن في المفرد دي سبيبل دي سبيبل دي أد بيغة دي سبيبل مقصود بها بصل دي أد بيغة دي أد بيغة اللي هي الفراولة هنشيل الإن طبعا دي أد بيغة دي أولا داس أول اللي هو الزيت. للحلول بتاعت ده كده شهر. طيب welches Wort passt ايه الكلمة اللي بتناسب streichen Sie يعني اعمل الخط das Wort durch على الكلمة اللي هي مش مناسبة للكلمات دي. طيب ordnen Sie رتب den Lebensmittel المأكولات einen Oberbegriff zu einen Oberbegriff يعني المصطلح اللي هو العام بتاعها Fleisch und Wurst اللي هي اللحمة والسجق Backwaren المخبوزات und Süßwaren واللي هي الحلويات ملش برودكت اللي هي منتجات الألبان جيت برودكت منتجات الحبوب أو بست فاكا أنت جميوزة وخضراء. نشوف أول حاجة عشان نعرف نشوف هنحل اللي بعدها إزاي. ده شو ده كوخن اللي هو الكيك دي شوكولاتة شوكولاتة دي سلامي سلامي ده نوع من أنواع السجق دي تورتة اللي هي التورتة تورتة شوكولاتة وكوخن تحت مسمى واحد اللي هو إيه ممكن باكفان أند زوز فاغن باكفان المخبوزات زوز فاغن اللي هي الحلويات. تمام ده أبفل تفاح دي بانانا اللي هي موزة دي بانا كوميترا دي تسويبل بصل وكده مش مناسبة اللي هي كلمة ايه دي تسويبل لكن كل الحاجات دي بانا وبانانا وأبفل تتحط تحت مصطلح ايه اللي هو الأوبر بتخاف اللي هو الأوبست الأوبست فاكهة دي كباك رايب دي شنكن دي شنكن من أنواع اللحمة دي يوغورت دي يوغورت دي يوغورت اللي هو الزبادي دي كيز اللي هي الجبنة دول تحت مصطلح ايه يا شباب كلهم اللي هي قصدي يعني الكيزة اليوغورت والكبار تحت مصطلح الملش برودكت كلمة مش مناسبة شنكن ده نوع لحمة دي ليبا بوست سجو دي كارتوفل بطاطس داس هنا فلايش لحم فراخ داس شنيتسل داس شنيتسل يبقى الكلمة دي تكون تحت مصطلح ايه فلايش اند بوست das Brot, Hops, der Reis, Ors, der die Nudel, Makarona, die Eier, Bier. Okay, man muss das wenige mit die Eier, lekin Nudel, Reis, Upo, تحت مصطلح, wir wollen gedreite Produkt, Fisch, der Fisch, Samak,
die Tomate, Tomaten, die Gurke, Khiyar, das Sauerkraut mit einem Khallat. هنا الكلمة تكون إيه؟ مصطلح بتاعها تبقى Gemüse. ده الحلو بتاعتها شوية. طيب الكلمة اللي بعد التدريب اللي بعته بيقول غيبسل لغز اسم und trinken الأكل والشرب. Wie heißt das Lösungswort? Mit dem Kelme Hall hier. Schreiben Sie اكتب die Wörter, die Kelimat mit großen Buchstaben, بحروف كبيرة. قال لك الحاجة دي جموزة. كان حدد أول حرف وبعدين كمل جوكا. جوكا جموزة يعني خضروات. جوكا خيار. طيب جترينك من كوفيين. مشروب يبقى بكوفيين اللي هو كافيه القهوة. الحلول طبعا. هنا كافيه. Süßigkeit, die Halwa. Für Kuh, Ekeda, die Schokolade. Schokolade. طيب, Teigwaren. الحاجة اللي تبقى معمولة من المنتجات الحبوب وكده. أكلة الناس بتاكلها. اللي هي نودل. نودل. مكرونة. Obst فاكهة. أولها بي وآخرها إيه؟ بانانا. بانانا موزة. بانانا. طيب زوزس كترينج مشروب بيبقى فيه سكر وكده معمول بسكر تمام محلي يعني تبقى ليمونادة. ليمونادة تمام كده يا شباب كده نكون انهينا حلقتنا النهارده اتمنى اكون افدتكم يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده السلام عليكم